السلام عليكم أيها الأحبة، ها هي شمس يوم عرفة قد أشرقت، أعظم أيام الدنيا. يا الله، فلنحمد الله تعالى أن الله تعالى بلغنا هذا اليوم. أقسم بالله أن كل دقيقة وكل لحظة وكل ثانية من هذا اليوم ثمينة، فلا تضيعها. بارك الله تعالى فيك، حاول أن تكثر مكوثك في المسجد، واستغل هذا الوقت للذكر والدعاء وقراءة القرآن. وأعظم ذكر في هذا اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.